طيب متوسط الأسعار السنة دي بيكون رينج كام؟ يعني بنبدأ من 40 لغاية 70، طبعا كل جمل حسب حجمه، بس كان حجمه صغير ولا كبير ولا تاني ولا رباع ولا سديس، بيختلف من جمل لجمل يعني. طيب بالنسبة مقارنة بالسنة اللي فاتت، فالأسعار في زيادة ولا في تراجع؟ أكيد في زيادة طبعا، مع ارتفاع سعر الدولار ارتفع سعر الجمل، لأن طبعا هي بتيجي من السودان، فطبعا التحويل بتاع الفلوس هي اللي بتفرق مع سعر الجمل. طيب كلمنا بقى لو عايزين نصايح للناس اللي هتيجي تشتري، ازاي يختاروا الجمل بشكل سليم 100%؟ تمام، احنا عندنا جمل متباع دلوقتي حاليا، جت دكتورة صيدلية من أبرواش اشتريته من عندنا، هشرح لك سنه وحجمه ووزنه وسعره برضه. يا عبد الله، فين عبد الله؟ من ده يا عبد الله. طيب كلمنا برضو، ايه هي مميزات لحم الجمل يعني مقارنة بباقي ال... والله لحم الجمل يعني ما بيحملش شحوم كتيرة، منطقة الشحوم موجودة في منطقة السنام اللي فوق، بقية اللحم كله أحمر، فنسبة الكوليسترول طبعا زي ما قلنا قبل كده ان الدهن قليل، أحمر كتير على رأي الحاج عادل إمام. الجمل بشكل مفصل اكتر، ازاي الناس تقدر تختار الاضحيه بتاعتها، وقول لنا كده ايه الشروط اللي الجمل اللي يكون مقبول فيها ان هي تكون اضحيه. ما يكونش اقل من كسر جوز، يعني يكون عمره متراوح من 3 سنين وطالع، 3 5 7 8، كل ما كان كسر جوز ده اللي هو الشريعه، فالشريعه طبعا بتبدا من 3 او 4 وكده وانت طالع يعني. كلمنا برضو عن فصائل الجمال اللي موجودة في السوق، يعني في أنواع مختلفة. لا، هو منطقتين من السودان، الشرق والغرب، منطقة الشرق ومنطقة الغرب. منطقة الشرق طبعا فيها جمال خشنة، ومنطقة الغرب برضو فيها كميات جمال كبيرة جدا. يعني الجمال هنا أغلبها من السودان، مفيش في بلدان تانية؟ 90% أو 99% كلها من السودان، حتى الجمال اللي بتيجي بتتباع في أسوان وبيشغلوها هناك في القصب والجماعة الرباعة أساسها سوداني، يعني هي اكتر جمال موجوده حاليا في مصر هي الجمال السودانيه. قول لنا طيب اكتر عن مميزات الجمل، بما انك يعني شغال في المهنه دي بقالك كتير، ايه السمات اللي بتغلب على الجمل؟ ما قلت لحضرتك الصبر. الجمل صبور جدا وبتحمل، وطبعا لان ربنا خلقه بدون مراره فبيتحمل عند اقصى درجه، لكن لما الراعي بتاعه يهينه اكتر من لازم بياخد حذره، بعد كده لازم ياخد حذره من الجمل. احنا عايزين بقى نشرح للناس اكتر الجمل اللي اتباع دوت عشان يبص عليه ونفتح لهم سنه ونوريهم سعره. اتفضل الجمل اهو، هات يا عبد الله. عايزين نعرف بقى ازاي بيتم تسنين الجمال، يعني الدكتوره اسمها ايه؟ الدكتوره من ابرواش يا حاج عبد الله. الدكتوره ريلة عندها صيدليه في ابرواش، وطبعا اشترت الجمل ده مننا. ورينا ازاي بتعرفوا سنه، او افتح سنه يا عبد الله. تفضل. هنا طبعا بنفتح سنه، لسه جمل شباب، جمل شباب لسه ما، وبعدين بنبص على عينيه، بتبقى عينيه ما شاء الله ما فيهاش، مش طافيه. العود بتاعه طبعا صلب في اللحم، كميه اللحم اللي فيه كبيره جدا، سعره كمان مناسب خالص. ارفع يا عبد الله. بالنسبه لحجمه مقارنة بلحم العجول يفرق عن العجل 50,000 جنيه، يعني لو في وزنه دوت النهاردة لو ب75,000 جنيه مصري بالنسبة للجمل، لو في وزنه العجل ممكن يعدي 100,000. فده بقى الجمل اللي هو الأضحية، ده بقرابة 400 كيلو لحم. علشان كده الناس بتقبل على السوق، يعني ده من وجهة نظرك؟ لان كده اللي هو اللي بيفرق طبعا في الاضاحي عايز كميه لحم كبيره عشان الفقراء والمساكين، فالجمل طبعا بيستر معاهم جامد قوي، يعني تقريبا يعني الكيلو ونص جملي يعادل كيلو بقري، فلو انا النهارده عندي جمل فيه 600 كيلو هيعادل 400 كيلو اكل، فاللحم هو اللحم، واللحم ده يعني ما شاء الله دهنه بسيط كمان وقليل.